رح نحتاج لثلاث أكواب من بسكوت مطحون، 100 جرام زبدة، 600 جرام جبن كريمي، و 200 جرام شوكولاتة مدوبة، 3 أرباع كوب سكر، 3 بيض، فانيلا للوجه، بدنا للوجه كريمة مخفوقة، بلو بيري أو راس بيري. طبعاً هاي هي المقادير لتعملوا تشيز كيك الشوكولاتة المخبوزة. طيب أنا دلوقتي هخفق الحاجات اللي عندنا هنا، لأن آخر حاجة بنضيفها هي الشوكولاتة طبعاً. فهنخفق اللي عندنا. أنا عندي هنا جبنة، لازم الجبنة تكون بحرارة الغرفة فلازم نطلعها قبل الاستعمال بساعة تقريباً. وبعدين أول حاجة يا جماعة لازم تخفقوا الجبنة لوحدها علشان ما تكبتلش لما نيجي نحط بقية الإضافات التانية. فأول حاجة نطلع الجبنة قبل بساعة من الاستعمال وبعدين نخفقها لوحدها. اوكي، ضفت السكر وهضيف البيض وهضيف الفانيلا المكونات بسيطة جدا، شايفة ازاي؟ بس طعمها حلو طبعا. طيب بصي دلوقتي احنا خلصنا. اوكي، خليني بس تاني ندي موجز سريع. البسكوت خلطته مع الزبده، حطيته في الفرن 10 دقائق، 8 دقائق، 8 دقائق بس. وبعدين دلوقتي خلطنا كل المكونات مع بعضها بعد ما سيحنا الشوكولاته، وهحطها فوق خلطه البسكوت بتاعتنا. هلف الصينيه وهحطها في صينيه تانيه فيها شويه ميه، فيها ميه لازم كل شويه ابص على الميه اللي موجودة. اوكي، وعلى فكرة لو عايزين كمان يحطوها من غير حمام مائي مش مشكلة، بس خلوا النار 180، لو حطيناها بالمية خلوا النار 200. اوكي تمام تمام طيب أوكي. خلينا نحط كريمة لغاية بس ما تسيح الشوكولاتة. نكمل طبقنا بقية الخلطة بتاعتنا. شكرا على المتابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.